جزاه الله خير وتزوجوا بعد طلاقه. لا لا لازم اعود الوضع الطبيعي. اي لازم رجعنا خلاص. خلاص ما دام المساعد قرر يبقى خلاص. لكن في نقطة مهمة أيضا ودنا حقها أيضا نقولها للمشاهدين. أيوه. سواء أبو عبد العزيز أو غيره الشيخ بندر أو غيره. أحيانا يكون يعني يطلب مني الرقم لشيخ بندر وأعطيهم الرقم. أنا من سألني الرقم أعطيته إياه مباشرة. يا سلام. لأنه هو مخصص جوال للاستشارات. يا سلام. ولا لا يا شيخ بندر؟ صحيح. لكني أنا ودي حقيقة أهمس همسة في أذن كل من يطلب الرقم. بعضهم يقول ما عاد رد علي الشيخ بندر، ما عاد كلمني الشيخ بندر. يا جماعة الخير لا تظن أنك الوحيد الذي تحادث أبو عبد العزيز. صحيح. أبو عبد العزيز يتكلم مع عدد كبير من الناس. صحيح. يعني مشاكل كثيرة يدخل فيها بحكم أنه مستشار أسري، يعني نظامي لا نقاش فيه. نعم. لذلك أنا أقول إذا حسيت أن الشيخ بندر يعني ما انطلق معك، يعرف أنه ترى أعطاك حلول، أعطاك توجيهات. بعض الناس ما تجوز له إلا يبي شيء ثاني، يبي شيء على هواه. لا، هو حسب القصة يعطيك المعلومات اللي عنده. نعم. فإذا نفذتها لا تجي تقول له طيب أنا بس لا أعطاه النتائج. شيخ بندر أنا سويت كذا 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 وحصل كذا كذا كذا، وإيش رأيك؟ حبتك. إلا أن يقول أبو عبد العزيز لا كلامك مو صحيح أبو عبد المحسن، وأنا عندي كلام ثاني، إيش رأيك؟ هو يا شيخ كلامك جميل يا أبو عبد المحسن كما عهدتك. هو يظنون أنه يعني الواحد ما عنده وقت. يعني أكون صادق معكم، يعني بعض الاستشارات أو بعض الاتصالات ساعة ونص تأخذ مني اتصال. إيه صحيح. والله العظيم ساعة ونص. يعني إذا كان يعني 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 إذا وأنا أقول لهم دائما، وهم الآن يسمعوني بناتنا وأبنائنا وأخواتنا، أقول يا جماعة الخير لا تظنون أن الاستشارة الأسرية أنها تنتهي في مكالمة. نعم. يعني وحدة متزوجة لها 20 سنة تبي تقول عطني، لا لا، ربما مكالمة مكالمتين ثلاثة، وبعدين أنا والله ودي أرد على كل واحد لكن ما أستطيع. هي لي وقتي بعد، ما يعني ما استطيع. والاسره والدنيا. صحيح. حتى صرت الان اذا دخلت بيتي خلاص اسكر هذا، لان ما في استشاره سلمك الباري بخمس دقائق ولا دقيقتين ولا ثلاث. انس. صحيح. اقل شيء ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه. لذا اقول لهم انا سمعت منك، يعني تو واحده تم ارسلت لي اليوم بس، وكلمتني امس حوالي 45 دقيقه تقريبا اليوم، مرسلت لي فويس تقول أبغاك تسمعه بدون مبالغة، مرسلت لي 15 مقطع. كل مقطع يوم فتحته، كل مقطع وأنا جاي، كل مقطع سلمكم الله 3 دقائق 4 دقائق وتقص. طبعا ما ألوم كل واحد، لكن وأنا دائما أقول لهم أسأل الله أن يفرج عنا وعنكم وأن يجمع شملكم، لكن سامحوني ما أستطيع. يعني أنا الحين صرت إذا فاضي الجوال أخليه أبدل أرد على كل واحد، لكن بعض الأحيان يقول طيب ترى جوالك مشغول. طيب مشغول، واحد يكلمني نص ساعة ما تبونه مشغول. فأنا أقول اللي ما يحصلني يرسل لي رسالة، رسالتين، ثلاثة، أربعة، أرد عليه، أرد على كل الرسائل. وأنا أنسب شيء لي أقولها على الملأ، أنسب شيء لي بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر؟ نعم. أوه. هذا وقتي المناسب. واللي يتصل إلى الساعة التاسعة، إلى الساعة التاسعة. طيب شيخ بندر معليش، ليه ما تقول أنسب وقت لي بعد صلاة الفجر والمكالمة لا تتجاوز 15 دقيقة؟ أيوة. أنت حدد الوقت. ما تقدر ملخص الكلام. ما تقدر، لأن سبحان الله العظيم بعضهم يسرد كل اللي عنده ثم أقول له طيب خلاص، بس يقول لا بس اسمع هذه بس الجزئية. أنا بعضهم الآن صرت أقول لهم خلاص ترى سمعت منكم، وأغلبهم صرت أرسل لهم الاستمارة اللي هو الإيجابيات. إيه؟ والسلبيات أقول على أساس تبقى عندي طبعا بدون أسماء ولله الحمد والمنة، وبدون مناطق، ولا أحبذ لا اسم ولا منطقة ولا منصب ولا أي شيء، ولا تسألهم ولا أسألهم ولا هو بتخصصي ولله الحمد والمنة أبدا. المقصد أنك تحل المشكلة. نعم. طيب. لا أقل ولا أكثر. معلش شبيح حبيب قلبي، أنا اللي أنا أقصد أنه لما يكلم كل واحد الآن على الملأ نقول والله ترى الشيخ بندر إذا كلمته لك ربع ساعة بالكثير. ودي بس مو لا تقول ودي هي لها ترتيب. صحيح. أنا لما بكلمك وأنت محدد لي ربع ساعة، المفروض أني أسجل النقاط اللي بذكرها زين، وأعرف أني بنطلق في ربع ساعة فأقولها معك
في ربع ساعة. أجيب أنت أجبرتني الآن، أنت حديتني على أنه أنا أختصر قضيتي في ربع ساعة، فيبدأ يرتب أفكاره، يرتب أموره، يختصر بحيث أنه مو يختصر، يعطيك الكلام المفيد. نعم. الزبدة الكلام، يعني زبدة الكلام. والله في إشكالية طويلة عريضة، مثلا والله وذاك اليوم قلت له ودني لأهلي وإنها عية وحرمني من أهلي، ثم يوم جاء يوم وقال ودني، قلت له ودني لأختي وإنها ما حرمني من أختي، ويوم اللي يوم إن أخوي قال نفس الكلام نفس الفكرة نفس يعني. نعم. فما له داعي نكررها. صحيح. اللي نقصده لما يتكلم مثلا والله إنه يعني حرمني من أهلي وحرمني من غيرهم طبعا. أيوه. يعني هذه تتكرر. نعم. انتهت هذه، اختصرت الآن وقت مو بسهل. فلي نقصد إنه لما أنا أشرح لك المشكلة ما أجمل أن أختصر وأعطيك الزبدة. نعم. إلا إذا أنت تقول لا أبغى التفاصيل كيفك، لكن هل ترى أنه هذا الأفضل؟ هو كلامك جميل، هو الأفضل، بس أنا صرت أستخدم الآن الاستمارة. الاستمارة ميزتها أن بعضهم يكتب الإيجابيات، يقول لا تكتبين السلبيات، تكتب الإيجابيات، وبعضهم ننتهي نقول طيب إيجابيات 15 إيجابية يا بنت الحلال ما تخافين الله. أو الزوج العكس، يعني زي اثنين كانوا بيجوني قبل كذا يوم، ما إيجابيات، قلت اكتب إيجابيات الزوجة، زوجة رائعة، زوجة جميلة، زوجة 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 زوجة، وكان البلا منه. ثم من يوم صار بيننا وبينهم موعد قال والله خلصنا. إيه والله، قلت الله يجمع شملكم. وهذا أصلا الإيجابيات اللي أرسلتها لي إيجابيات تفوق الخيال من الجمال ما شاء الله ومن الألفة، بس إنك استعجلت رزقك. هي يمكن لو إنها سمعتها سمعت إلا هذه كانت إيه تسمع أثناء إيه لا سمعت، قلت لها الإيجابيات. لا أنا أقصد يا شيخ لو ذكر هذه الإيجابيات أمامها لنحلت المشكلة. أحسنتي صحيح. في سؤال شيخ بندر إذا تسمحوا لي يا جماعة، ربما هو في داخل، أكثر شيء يسبب المشاكل، أكثر السلوكيات اللي تسبب المشاكل، هل هو الغضب مثلا، ولا هل الغضب هو المحور الرئيسي في المشاكل، أو في أشياء أخرى؟ هو والله شيخ أساس تتصورون المسألة، هو في تراكمات كثيرة. إيه صحيح. والمشكلة التراكمات سلمكم الله إنه ما في جلسة اسمها جلسة المصارحة، يعني لو تخرج أنت ويا زوجتك سلمك الله في قهوة وتسولف أنت وياها وتقول والله أنا عندي أخطاء خلنا نصححها، وأنت عندك أخطاء وكلنا بشر كان صلحت، لكن تراكمات تراكمات تراكمات، ثم سلمك الباري في هالفترة بعدين يولد انفجار. صحيح. بعدين أنا أنصح من هذه القناة من هذا المجلس أقول لا تقحمون الأبناء في مشاكلكم. لا ترى أحيانا أيضا عادي العادة تطيح ما تبغى تخليه، لكن الشيء المهم أنه أيضا أثناء طرح المشاكل بعضهم إذا طرحت المشكلة هذا من فعال طيب أنتم مجتمعين بتتصارحون. صحيح. لا تعاهدوا ألا ينفع الأحد. صحيح. تعاهدوا أن يسمع كل منكم الآخر، تعاهدوا أن تبحثوا عن الحق، مو بجي والله بسمع منها وأنا ناوٍ أخرب الدعوة، لا أسمع منها. وترى جميل قضية والله، ولا تفتحون الملفات كلها، في ملفات ودكم ما تفتح أبد. نعم. الملفات الخفيفة والله. ها أقول أبو عبد العزيز، يعني أنا الآن مثلا واحد من الناس عنده مشاكل مشاكل مشاكل، ثم جاء آخر شيء طيب ناقش اللي صارت المشكلة الأخيرة، خلاص اللي راح أنتم تاركينه، فتفتح من جديد خلنا في المشكلة هذه وتنتهي. فلو مثلا جاء أحد عنده مشكلة ويا زوجته ودريت أنت أنها تراكمات، ما عليش الله يحفظك أنت الله يحفظك، لا له داعي اللي راح أنت جيتوا على وشي والله أنه قال لي كذا خلصنا خلونا على قالك كذا، هل راح راح. فالتراكم على مثل ما قلت تجتمع ثم تجي كلها مرة واحدة تفجرها ما يصلح. وكلامكم فعلا جميل كما عهدناكم بجمال أخلاقكم، لكن المشكلة الكبيرة أن بعضهم يبغون يفضفضون. هي تبغى تفضفض لأنها فترة تراكمات، والزوج كذلك فيها وفيها وفيها، والزوج كذلك. أنا أقول لهم خذوها على مراحل، افتحوا صفحة جديدة زي ما قلت، افتحوا وسعوا صدوركم. صحيح. أنتم لكم 15 سنة. لذا في مثل جميل قد قيل من عشرة، يقول من أجل العين ها تكرم من أجل العين مدينة، ها من أجل العين تكرم إيش مدينة. خلاص يعني
انتم عندكم عيال، عندكم مشاريع، مشاريع كبيره، يا سلام، وبعدين ما عندكم يعني شيء. هذا والله يا بعضها، والله اني اقولها لكم بكل تجرد، انها بعضها كلها مهاترات. صحيح، والله انها كلها توافه، بل بعضهم عايشين في نعم وفي خيرات، تقول ما لا والزوج كلها مهاترات، يعني ما تشوف شيء يعني تمسكه بيدك شيء كبير. لا صحيح، والله كلها مهاترات. صحيح، ترى ربما ينفخ. احسنت، ترى ربما لا، وهو يلبس تاج اذا فرق بين الزوجين. الله، يلبس تاج، هذا اللي يفرح به الشيطان. الله يحفظنا اياكم بحفظه. هي المساله يعني يبدو ان ذكر الحلول له، وهذا طبعا انا متاكد ترى ان لما نتكلم عنه ترى كثير من ما يسمعنا ياخذ الحلول مباشره الان، ونصير اختصرنا عليه البحث عن من يصلح الى اخره. هذا عبد المحسن النصر الله ابو ايمن، الله يسعده، الله يسعده، ارسل حل، فيوم فتحت الصفحه لقيته حاذفه. لقيته حاذفه. ليه؟ سالته انا، قلت له وين الرساله؟ قال خلاص حليتوا مشكله الزوجين الكبار، الشابه الكبيره والشاب والشاب الكبير والثاني، كلهم حليتوها، فجاز له الحل، وبناء عليه حذف الرساله، وهذا فضل الله عز وجل. ربنا عليه يجلس ابو عبد العزيز على الاستشارات، يبقى لنا نشوف. ايه خلاص، لا انتهت ابو عبد العزيز، ثبتناه باذن الله. اسال الله ان يسعدكم جميعا. قولوا امين.